Emma. معكم ماريا الزرق 36 سنة، زوجة وأم لطفلين اسماعيل 11 سنة وسلمى 7 سنوات. درست البيزنس والتجارة في المدرسة العليا لإدارة الأعمال والتسويق. حصلت على شهادة الماستر اون جيستيون كوميرس ماركتينغ كومونيكاسيون. قررت نبقى في المنزل ونتكلف بالتربية ديال الوليدات ديالي، نضي وقت أطول في المنزل، دونك فورسيمون كندخل المطبخ وكندخل الوقت طويل حيت بغيت نوجد أحسن مكاين وهتميت اكثر بالوجبات الصحيه. دونك كنت فريمون تنت انسبيرا بزاف من الاذاعات لي راديو، كانوا كيدوزوا بزاف النصائح ديال لي غوسيت القدام، كيفاش الواحد يوجد الخميره بلديه، كيفاش يصوب الخبز بلدي في الدار. فريمون استفدت بزاف من القنوات ديال الاذاعه ديالنا، ومن تما جاتني الفكره تاع انا نبدا نصوب هادشي. دو مومون كنت جالسه في الدار، دونك فاش البيبي كان تينعس وديكشي كنت كندخل المطبخ وكنت كنتفنن، وكل نوبه ديكشي اللي كنت كنوجد كان كاينه الاعجاب لونطوراج ديالي. راجلي بعدا في اول حاجه كان كل نوبه كيدخل كيجبر الجديد، وداكشي ماشي غير زوين ولا جديد ولكن صحي. ستادير رجعت للوراء، رجعت لي غوسيت انسيسترال. دونك بديت كل مره تنطور هادشي ديالي، زياده على كل ما تنتقاسم مع المتتبعين ديالي اللي هما لي كومبينيزون دو جو بالاكستراكتور دو جو افخوا اللي تنقيه الجسم من السموم، ما يسمى بالديتوكس. دونك كل نهار كنت كنصوب دي كومبينيزون جداد، كنت كنقلب تندير دي ريشيرش سور لو نت، وبديت بشويه تنافونسي في هادشي. وكنا عندي واحد لو غروب واتساب مع صحاباتي ولونطوراج ديالي، كنت نتقاسم معاهم هادشي وكان كيعجبهم بزاف وكانوا كيشجعوني. واحد النهار كنت جالسه قالوا لي علاش ما تقراش ودير اون فورماسيون، هادشي تيلمون تديريه مزيان كو فريمون تديريه او ميم طون تتعرفي علاش تديريه، ستادير تديريه وتتنصحيناها علاش تندير هادي، علاش تنخلط هادي بهادي. بديت تنقلب بديت تنفكر، لقيت لي فورماسيون بار كوريسبوندونس. دونك بديت كنقرا، وبداو الناس كيقولوا لي منين تتقرا وتستافد وتتعلم وتشوفي سافيك بليزير، علاش تشوفي با بروفيتي حتى الناس الاخرين، علاش ما تفتحش لاباج انستغرام ديالك بيرسونيل تردا بروفيل بوبليك ودا تقاسم النصائح. كنا دونك من هنايا جاتني الفكره، رديت لاباج بوبليك ورجعوا بشويه تتكبر لي العائله في انستغرام، تشجيعات دي ميساج دعوات. كل صباح كنت كنفيق على دي ميساج تري موتيفون تري انكوراجون مالغري كو لا كوميونيتي كانت صغيره. دونك بشويه بقات تتكبر. انا كنت كنتقاسم هاد اليوميات ديالي بطريقه تلقائيه سبونطاني، ما كنت كندير حتى شي ايفور، ستادير كل نوبه كنت كنوجد شي حويجه كنت كنتقاسمها غير تنقبل التليفون تنتقاسمها، ستادير ما تنوجدش ان كونتينو ايلابوري وتندير دي ايفور. وهذا كنت كنمشي لا سال دو سبور تنتقاسم لي زيكسيرسيس ديالي، تنتقاسم كل نهار لي كومبينيزون دو جو حيت كيف ما شفتو انا تندير لي جو اكستري افخوا في ليكستراكتور دو جو افخوا اللي تنقيات الدات من السموم ما يسمى بالديتوكس. دونك à travers هاد لي جو د ليغوم. دونك كل نهار كنت كندير دي كومبينيزون جداد وتنقلب في لي سيت وداكشي باش نفهم علاش هادي مع هادي، علاش الباربه مع الحامض، علاش المعدنوس مع هذا. دونك كنت كنفهم كل حاجه شنو فيها المنافع ديالها وشنو خصو يكون مع كلشي. دونك كنت كنتقاسم هادشي اللي كنتعلم كنتقاسمو، كنت تري جينيروز اون بارطاج. ومن تما بديت تنتقاسم، ومني شفت بان كاين ان انتيغي والناس بداو تيتعلقوا وبغاو يدخلوا حتى هما يتبعوا يسانسبير من هذا النمط الصحي ومن هاد لي جو د ليغوم ومن هاد لي غوسيت الانسيان القدام. وهذا من تما بديت كنبارطاجي ان كونتينو ستادير بريباري ماشي امبروفيزي كوم سا سبونطاني بروفيسيونيل، دي كابسول كونساي دي كابسول سانتي. دونك فوالا هكا فتحت ودخلت العالم انستغرام. فريمون ما كانش عندي شي صعوبات كبيره حيت الحمد لله عشت في عائله زعما الحمد لله مع الوالدين ديالي بجوج، كنت طفله نقولوا سعيده زعما اون طونك طفله. ومن بعد ني ساليت القرايه ديالي بين ما ساليت تزوجت، يعني نهار اللي عطاوني لو ديبلوم هو نهار ديال الصبوحي ديالي، يعني داكشي كان الحمد لله زعما داز في امان الله.
ومن بعد دخلت نشتغل، كنت تري زيبانوي في لو دومين ديال لا كومونيكاسيون، وداكشي كنت فرحانه بداكشي اللي تندير. من بعد عاوتاني مني ولدت الحمد لله انا والزوج ديالي كنا قررنا نتوقف على الخدمه، دونك الحمد لله ما كانش عندي اون كونترانت فينانسيير، دونك كان يمكن لي ناخذ هذا القرار ونتوقف ونجلس نقابل وليداتي وانا فرحانه. ودابا الحمد لله الصعوبه اللي جبرت باغ كونتر بابا الله يرحمه، وهذه هي الصعوبه اللي واجهتها هذا العام. مات نهار ديال الكونفينمون لو 19 مارس، دونك بيانتو ان شاء الله عام. ما تقبلتش في الاول لا مالادي ديالو، دونك جاتني فريمون اكبر صعوبه واكبر صدمه لقيتها في حياتي هو نهار عرفتو المرض ديالو. هذه صعوبه كبيره اللي واجهتها في حياتي ومازال تنواجهها، باسكو ما سخيتش به وكان قدوه ديالي، وما كانش شي حاجه ما كنتش كنتشاور معاه فيها، حيت كانت عنده واحد الحكمه ما تلقاها في حتى شي واحد. لا فيريتي كنت باغي نكون ندير الطب، ودابا ما كرهتش نشوف واحد في وليداتي ولا بجوج الا كمل سي ربي، وكانوا غيكونوا فرحانين نشوفهم اطباء. ودايوغ هادشي اللي اختاريت نقراه هاد لو دومين ديال لا ديتيتيك، هاد لي ماتيغ اللي تندير سي دي ماتيغ اون ميدسين، دونك ان شاء الله سي ان دومين باراميديكال، دونك انا بقيت ان تي بو في نصف الحلم ديالي. الطموح الكبير هو ان شاء الله نجيب هاد لو ديبلوم ايتاتيك اون ديتيتيك، ونشوف وليداتي حتى هما ناجحين وواصلين، وخلينا ربي على خير. رسالتي للمراه المغربيه هو ان تنوجه واحد النداء لجميع النساء اللي تيشتغلوا بمناسبه هاد عيد المراه، وما تيكونوش فرحانين في الخدمه ديالهم اليوميه، استاذ تيمشيو بزمنهم الخدمه باسكو عندهم اون كونترانت فينانسيير، انهم يقدروا يبقاو في الخدمه ديالهم ويديروا اون ريكونفيرسيون، استاذ يدخلوا يديروا اون فورماسيون بار كوريسبوندانس، يدخلوا من الخدمه ديالهم ويقراو ويجاهدوا ويواظبوا، وتوتي كيسيون دورغانيزاسيون اي دو فولونتي. الواحد الا بغى راه يمكن له يوصل، وبالنظام، وخا يكون عنده الوليدات وخا يكون عنده الراجل وخا تكون عنده المسؤوليه، تبقى في الخدمه ديالها ودير اون فورماسيون، ومني تسالي لا فورماسيون داك ساعات ان شاء الله غتبدل لا كاسكيت وغادي دير داكشي اللي هي غتكون فرحانه به وايبانوي، وغتعطي اكثر وغتنجح اكثر وغتكون فرحانه، باش حتى هي غتقدر تمنح هذيك الفرحه ديالها، غتمنحها توتو autour d'elle, c'est-à-dire l'entourage d'elle, folidata, zauj d'elle. Il n'y a pas mieux, il n'est jamais trop tard pour changer ou pour bien faire, et tout est question d'organisation et de volonté. Zauj d'elle, c'est encore le alhamdoulilah li jiti f'triqi, ou alhamdoulilah li nta zauj d'elle, parce que ça n'atabro, ana ma ndich khay, donc ça n'atabro khoya, baba Allah yirhmou msha, donc tino bele. Et c'est un mari très protecteur, donc c'est un très bon papa et c'est un très bon mari. Allah yakhlih lna. Voilà. Alors, kalima akhira, bghit ngoula f haqq Lala Fatima. Aujourd'hui, je suis très 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 fière li taht li hada l forsa ndir ma3koum l'interview lyoma w nhdar w nqeddem lkoum nfsi. Merci beaucoup Lala Fatima l istidafa. Chokran. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.